فلسطين. احنا في المرة اللي فاتت تكلمنا على قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكثرت علينا في هذه القصة الأرقام والأحداث. وقبلها كنا نتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أنا أرى أنه من الأفضل أن نراجع سويا الآن الأحداث التي مرت في قصة فلسطين حتى لحظتنا هذه، ثم نكمل بعد ذلك بإذن الله سير الأحداث. نقول أننا قسمنا التاريخ القديم في فلسطين إلى مراحل معينة بحسب الاكتشافات التي يكتشفها الإنسان في هذه الفترة. فسمينا العصور الأولى القديمة جدا بالعصور الحجرية، ولم تكتشف في هذه العصور أبدا المعادن. ولعل أهم ما يميز هذه العصور أننا ذكرنا أن أريحة هي أول مدينة انشأت في العالم 10,000 سنة من دلوقتي، وهي أقدم مدينة في الدنيا كما فصلنا. وذكرنا أيضا في أحد المحطات المهمة في تاريخ فلسطين العصر البرونزي. والعصر البرونزي بدأ من سنة 3200 قبل الميلاد لسنة 1200 قبل الميلاد، يعني 2000 سنة متصلة هو العصر البرونزي اللي الإنسان اكتشف فيه القصدير وخلطه بالنحاس وعمل البرونز، وبالتالي اخترع آلات كثيرة. قسمنا هذا العصر البرونزي لثلاث مراحل: قديم ومتوسط وحديث. أهم ما يميز القديم ظهور الشعوب المعروفة في أرض فلسطين، وكلها جاءت من جزيرة العرب، شعوب الكنعانيين والفينيقيين والأموريين واليبوسيين، وهؤلاء هم الذين أنشأوا معظم المدن في أرض فلسطين وكانوا من الوثنيين. ثم في العصر البرونزي الوسيط اللي هو كان حوالي 450 سنة من سنة 2000 لسنة 1550 من قبل الميلاد، دولت 450 سنة، دولت دخل فيهم التوحيد إلى أرض فلسطين. دخل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نشر دعوة التوحيد، ولد له إسماعيل ثم إسحاق ثم يعقوب ولد لإسحاق، ثم انتشرت دعوة التوحيد تدريجيا في أرض فلسطين. ثم حدثت بعد ذلك قصة يوسف عليه السلام، وأصبح في مصر بعد بيعه، ثم استدعى أهله إلى مصر وعاشوا في مصر. سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف والأسباط الـ12 اللي هم أصل بني إسرائيل عاشوا في مصر حوالي 150 سنة، انتهت في سنة 1550 قبل الميلاد، وهو نهاية العصر البرونزي الوسيط. وكانت النهاية زي ما قلنا هزيمة الهكسوس على أيدي أحمس الأول وبداية عصر الفراعنة من جديد. 300 سنة اللي وراهم اللي هو العصر البرونزي الأخير أو الحديث، اللي هو من سنة 1550 قبل الميلاد لسنة 1250 قبل الميلاد، 300 سنة دولت هم 300 سنة اللي عاش فيهم سيدنا موسى عليه السلام، وبعث في سنة 1250، وكمل بعد كده هو البعثة بتاعته في محاجاة طويلة جدا مع فرعون وقومه، وبعد كده حصل الخروج الكبير كما ذكرنا، ودخل سيدنا موسى الأرض سيناء وحاول أن يأمر أهله وقومه بدخول الأرض المقدسة، لكنهم كما ذكرنا في الحلقة السابقة رفضوا ودخلوا في التيه، وعاش موسى عليه السلام وهارون عليه السلام معهما في التيه. ومات موسى عليه السلام في هذه الفترة، وتقريبا كان موته سنة 1200 قبل الميلاد، لينهي بذلك العصر البرونزي الحديث وهو في داخل التيه. عايزين نقول ان الفترة اللي فاتت دي كلها لحد ما وصل سيدنا موسى عليه السلام الى جبل الطور ولحد ما تلقى الالواح، كان بني اسرائيل بيعبدوا الله عز وجل على ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. عندما تلقى سيدنا موسى الالواح، هذه الشريعة اليهودية، فتحول هؤلاء الى الشريعة الجديدة او الدين الجديد، وهو دين اليهودية. دي بداية من عهد سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى مات وهو حزين طبعا، لأنه لم يرى الأرض المقدسة التي كان يتمنى أن يدخلها، ولكن قومه كما رأينا خذلوه ورفضوا الدخول، وعاشوا في التيه فترة 40 سنة كما قضى ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الفترة مات الجيل الذي تربى على الذل والخنوع والظلم والاستعباد، مات الجيل الذي كان يتعود الكذب، مات الجيل الذي ترسخت في قلبه علامات كثيرة جدا من علامات الوثنية، وبدأ يظهر جيل جديد أفضل من الجيل السابق. طبعا الجيل الجديد اللي ظهر ربي على أيدي الجيل السابق، يعني برضو ورث صفات كثيرة من هذا الجيل، لكن يعني على الأقل كان في نوع من الحمية لمحاولة دخول الأرض المقدسة. بعث في هذا الجيل الجديد يوشع ابن نون عليه السلام، وهو المعروف في التوراة بيشوع.
هو نفس الشخصية، وذكرت قصته في السنة المطهرة، لم يذكر في القرآن الكريم ولكن جاءت قصته في السنة المطهرة، وهذا يعني استنفر بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة فلسطين، ودخلوا الأرض المقدسة من مدينة أريحة، يعني دخلوا على الأردن وعبروا نهر الأردن ووصلوا لمدينة أريحة، وأمر الجنود أن يدخلوا إلى هذه المدينة، وبالفعل دخل الجنود، وكان اليوم يوم جمعة، وانتوا عارفين ان اليهود لا يعملون في يوم السبت، فكان لازم ينتهي القتال في يوم الجمعة، واستمر القتال فترة طويلة حتى قربت الشمس على المغيب، وجيوش في ذلك الوقت لم تكن تقاتل بالليل، وإذا أصبحت الجيوش هيكون يوم السبت ومفيش قتال، وقد يتعرض اليهود لهزيمة بسبب هذا القعود عن القتال في يوم السبت. فسأل يوشع ابن نون عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يوقف الشمس فلا تغرب، فأوقف الله عز وجل له الشمس، وكانت آية واضحة جدا لبني إسرائيل، أوقف الله عز وجل الشمس حتى تم النصر لبني إسرائيل، وهذا في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي حكى هذه القصة لنا. انتصر الجيش اليهودي اللي هو مؤمن بالقضية، ومؤمن بقضية دخول الأرض المقدسة، ومطيع لربي حتى هذه اللحظة في هذه الجزئية، وبدأ يدخل إلى الأرض المقدسة عن طريق أريح. لكن سبحان الله، بمجرد دخولهم إلى الأرض المقدسة بدأوا يخالفون العهد، ويأخذون ما ورثوه عن آبائهم من عصيانهم لأنبيائهم ومن كفرهم بالله عز وجل. أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يدخلوا الباب، باب أريحة، سجدا، وأمرهم أن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، ارفع عنا خطايانا، اغفر لنا خطايانا. فماذا فعلوا؟ لم يدخلوا سجدا كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، إنما دخلوا بظهورهم، يعني كان المفروض الدخول يكون بالوجه إلى الأمام وهم سجود للخضوع لربنا سبحانه وتعالى، فدخلوا بظهورهم وبدلوا القول، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، ويقولونها سخرية من الكلمة التي قال لهم نبيهم يوشع ابن نون عليه السلام، فذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مين الناس دولت؟ الناس دولت اللي منذ قليل انتصروا في موقع من مواقع الإيمان على عدوهم الوثني، الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى أوقف لهم الشمس، الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم يوشع ابن نون بعد 40 سنة كاملة في التيه، الناس دولت هم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراهم الآيات تلو الآيات تلو الآيات، ولكنهم أبوا إلا العصيان وإلا الكفر وإلا الجحود، مع أن الجيل ده المفروض أنه هو الخلاصة اللي بعد ما الجيل الفاسد اللي كان مع سيدنا موسى مات هو ده الجيل اللي وجد، لكن سبحان الله كانت سنة ماضية في بني إسرائيل الكفر والعصيان والبعد عن جادة الطريق. دخل يوشع ابن نوح عليه السلام الأرض فلسطين، وعاش في قومه فترة من الزمن، والدخول ده كان تقريبا سنة 1190 قبل الميلاد، يعني تقريبا بعد 10 سنوات من وفاة موسى عليه السلام، ودخل حكم في بني إسرائيل فترة من الزمن، وكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما تسوس الناس الملوك، كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني كلما مات النبي بعث نبي آخر، لأن هؤلاء كان قوم في غاية الانحراف. طبعا كثرة الأنبياء في بني إسرائيل ليست علامة على الصلاح، المسلمون ما شاء الله بعث فيهم نبي واحد وظلوا على المنهج، وإلى الآن ما زال هناك الكثير والكثير من أبناء الإسلام يرفعون الراية الصحيحة ويمسكون بالكتاب الصحيح ويتبعون السنة المطهرة. أما بني إسرائيل فكلما مات فيهم نبي خالفوا وابتعدوا، حتى كانوا يخالفون في وجود النبي، فيرسل لهم الله عز وجل نبيا آخر، بل كان أحيانا يرسل النبيين في وقت واحد، بل كان أحيانا يرسل الثلاثة في وقت واحد، ثلاثة أنبياء في وقت واحد لشدة انحراف بني إسرائيل. عاش زي ما قلنا يوشع ابن نون فترة في أرض فلسطين، وانحرف القوم في وجوده أكثر من مرة، ثم مات وأرسل الله عز وجل نبيا آخر ثم نبيا ثالث، وهكذا عاشوا فترة حوالي 150 سنة
بعد وفاة يوشع ابن نون، وكانت هذه الفترة من الفترات التي اشتد فيها انحراف بني إسرائيل تماما، حتى مكن الله عز وجل منهم الوثنيون اللي هم أهل كنعان لما كانوا عايشين في البلد قبل دخول اليهود، مكن الله عز وجل منهم الوثنيون واستطاعوا أن يقهروهم على أعز ما يملكون في ذلك الوقت على التابوت. ما هو التابوت؟ التابوت هذا هو صندوق وضعوا فيه ألواح التوراة، ووضعوا فيه بقية من آل موسى وآل هارون، وضعوا فيه بقية الملابس، وضعوا فيه عصا موسى عليه السلام، يعني بعض الأشياء المقدسة عند اليهود وضعوها في هذا التابوت، وكانوا يتبركون به ويحملونه معهم في كل مكان. فلما عصوا الله عز وجل وأفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا، وكل ده بعد دخول الأرض المقدسة، يعني كل الأحداث اللي بنتكلم عليها دي في أرض فلسطين المباركة، عندما حدثت هذه الأحداث الكثيرة استطاع الكنعانيون أن ينتصروا عليهم وأن يأخذوا منهم التابوت، وكان في هذا ذلة كبيرة جدا جدا لليهود، وشعروا بالانتكاسة الكبيرة التي مرت بهم. بعد مرور 150 سنة من وفاة يوشع بن نون ظهر فيهم نبي جديد يقال ان اسمه صموئيل، بس احنا ما نعرفش اسمه على وجه الحقيقة، لان اسمه هذا ذكر في التوراة فقط ولم يأتي في السنة المطهرة. فبعث فيهم هذا النبي صموئيل، فذهب اليه القوم وطلبوا ان يجاهدوا في سبيل الله حتى يستردوا التابوت ويستردوا وضعهم الذي ضاع منهم بعد ان سيطر عليهم الكنعانيون. فقال لهم نبيهم: فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم النبي، والنبي هذا أمرهم بالقتال، وعندما فرض عليهم القتال تولى معظمهم ولم يبقى إلا عدد قليل. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ترى ماذا فعل اليهود مع طالوت، وماذا كانت قصته في أرض فلسطين؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بنقول في قبل الفاصل اتكلمنا على قصة يوشع ابن نون عليه السلام ودخوله الأرض فلسطين والفساد القوم بعد ذلك، ثم بعث النبي يقال إن اسمه صموئيل، وطلب القوم من صموئيل أن يرسل لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله. النبي سأل القوم: هل أنتم جادون في هذه الحرب في سبيل الله؟ لماذا تريدون أن تقاتلوا وأنتم قد خزلتم دينكم سنوات وسنوات؟ فقالوا: وما علينا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني إحنا خسرنا كل شيء، ما عادش فضل شيء. فطلبوا القتال، ففرض عليهم القتال، فتولوا إلا قليلا منهم. خلي بالك، التولي هذا حتى قبل أن يلتقوا مع عدوهم، عند مجرد فرض القتال. ثم قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختار طالوت، وهو من القادة اليهود، اختار هذا الرجل ليكون قائدا للجيش. انظر ماذا ردوا على نبيهم، وماذا ردوا على اختيار الله عز وجل لقائد لهم. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. تخيلوا الكلمات. اليهود كان لهم فرع يتوارث أهله النبوة، وفرع آخر يتوارث أهله الملك. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل النبوة في فرع من فروع اليهود اللي هو فرع لاوي، وجعل الملك في فرع من فروع اليهود اللي هو فرع يهوذا، وكل طبعا دولت من أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، يعني من الأسباط. سيدنا طالوت رحمه الله كان من أولاد بنيامين ابن يعقوب وليس من أولاد يهوذا، مع أن الله عز وجل هو الذي اختاره بهذه الصورة وجعل ذلك فتنة واختبارا لبني إسرائيل، إلا أنهم رفضوا أن يعطوا هذه الإمارة لهذا الرجل لأنه ليس من نسل يهوذا اللي هو في أهله الملك. وبعدين حطوا استثناء غريب جدا وقالوا: ولم يؤت ساعة من المال. يعني كان ممكن نعمله استثناء لو كان معه شوية فلوس، لو كان غني، لكن إذا كان فقيرا وليس من نسل الملوك فكيف يحكم الجيوش؟
وهذا أدى إلى ذبذبة كبيرة جدا في الجيش، وتخلف عدد كبير، وبالتالي خرج طالوت عليه رحمة الله بعدد قليل من الجنود اليهود أو الإسرائيليين. لما خرجوا بعد شوية اعترضهم النهر، وكما تعرفون القصة جميعا حصل فتنة عند النهر، ومعظم الناس شربت من النهر على خلاف ما أمرهم به طالوت عليه رحمة الله، فتخلف هؤلاء أيضا، ولم يبقى مع طالوت عليه رحمة الله إلا العدد القليل جدا جدا من الرجال. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنا نعد أنفسنا في يوم بدر على عدة جيش طالوت. يعني جيش بدر كان حوالي 313 314 في أقصى الروايات 317، هو ده كان عدد الناس اللي ثبتت مع طالوت رحمه الله 300 وشوية من آلاف مؤلفة، شعب كامل ما خرجش منه غير 300 والباقي كله قاعدة عن القتال. وحتى الناس اللي خرجت ديت تقاتل في سبيل الله، عندما أمرها طالوت أن تخرج لحرب الجيوش الظالمة الكافرة بقيادة جالوت، رفضت هذه الشعوب وقالت: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. والذي تحرك من كل هذه الجموع من 313 أو أكثر من الإسرائيليين، الذي تحرك هو واحد فقط، وهو داود عليه السلام. وده أول ظهور لاسم داود عليه السلام في قصتنا، والمعركة دي كانت سنة 1025 قبل الميلاد، وقام داود وكان شابا صغيرا لسه أقل من 16 سنة ومعه مقلعه، واستطاع أن يهزم جالوت بفضل الله عز وجل وأن يقتل هذا الطاغية، وانتصر الإيمان الممثل في داود عليه السلام وفي طالوت رحمه الله، وفي القلة الباقية التي ثبتت معهم في هذا الطريق الطويل. عاش داود عليه السلام فترة من الزمن مع النبي الذي يسبقه صموئيل، إلى أن مات صموئيل، وبالتالي بعث داود عليه السلام وقاد بني إسرائيل. وفي سنة 1004 قبل الميلاد دخل داود عليه السلام إلى أكثر من مدينة في فلسطين، ودخل إلى مدينة القدس وأسس ما يعرف بمملكة اليهود، وهي أكبر مملكة أسست في تاريخ اليهود مطلقا. حكم سيدنا داود عليه السلام هذه المملكة من سنة 1004 قبل الميلاد لسنة 963 قبل الميلاد، يعني حوالي 40 سنة أو 41 سنة متصلة. وطبعا بعد سيدنا داود تولى الحكم ابنه سيدنا سليمان عليه السلام، وهو أيضا أحد أنبياء الله الكرام. أحب أقول لكم أن المملكة اللي أسسها سيدنا داود عليه السلام لم تكن تشغل من فلسطين إلا مساحة 20,000 كيلومتر مربع تقريبا، وانتوا عارفين فلسطين 26,000 ل 27,000 كيلومتر مربع، يعني تقريبا 74% من مساحة فلسطين. يعني حتى أكبر مملكة من ممالك اليهود في تاريخ اليهود كلها ما كانتش بتشمل إلا 3/4 أرض فلسطين، ولم تشمل أكثر من ذلك. وطبعا ديت أول سيطرة إيمانية حقيقية على أرض فلسطين منذ التاريخ. يعني طبعا حتى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان في أرض فلسطين لم تحكم أرض فلسطين بالإيمان، إنما سمح له بالدعوة إلى الله عز وجل، لكن كانت تحت سيطرة الهكسوس كما ذكرنا، وكانوا من القوم الوثنيين. وبرضو مرورا بتاريخ الأنبياء السابقين، وسيدنا يوشع ابن نون عندما دخل لم يستطع أن يسيطر على أماكن كثيرة، إنما دخل أريحة فقط. وطبعا الجيش اللي معه زي ما انتم شايفين كان من البعاد كل البعد عن الإيمان الحقيقي، لكن دي أول مرة تقوم مملكة إيمانية حقيقية لسيدنا داود عليه السلام. واستمرت زي ما قلنا استمرت 40 سنة، بدأ من 1004 قبل الميلاد إلى سنة 963 قبل الميلاد. بعد قصة سيدنا داود كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. طبعا جسدنا سليمان كانت فترة قوة واضحة جدا في حياة مملكة اليهود، وطبعا سيطر على نفس الأماكن اللي كان بيسيطر عليها أبوه عليه السلام. وإحنا بنلاحظ في القرآن الكريم عند الحديث عن سليمان عليه السلام أن القرآن دائما يصف قوته وينسبها إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل سخر له وسخر له وسخر له. لم يذكر في هذا التسخير ما فعله اليهود مساعدة لأمر الإيمان أو أمر الشريعة، إنما كان دائما يذكر الطير، يذكر الجن، يذكر الريح، ما إلى ذلك من أمور. لكن اليهود كانوا يقمعون مع سيدنا سليمان عليه السلام، ولكنهم في قلوبهم الكفر والبغض والعصيان، وهذا ما ثبت
بعد وفاة سليمان عليه السلام وارتداد القوم على أعقابهم ونكثوا العهود التي قطعوها لأنبيائهم. سيدنا سليمان عليه السلام حكم من سنة 963 قبل الميلاد إلى سنة 923 قبل الميلاد، يعني 40 سنة تانية. يعني سيدنا داود حكم 40 سنة ووراء سيدنا سليمان برضو 40 سنة. طبعا فترة سيدنا سليمان زي ما قلنا فترة قوة نسجت حولها آلاف وملايين الأساطير، وما زالت إلى الآن تنسج الأساطير، ولعل من أشهر الأساطير التي نسجت حول قصة سيدنا سليمان عليه السلام هي قصة الهيكل. وطبعا كلنا بنسمع عن هيكل سليمان، هيكل سليمان، واليهود يبحثون عن هيكل سليمان في كل مكان، وأشهر الأماكن التي يبحثون عن هذا الهيكل فيها تحت المسجد الأقصى، ولا نرى ذلك إلا بغية هدم المسجد الأقصى بكثرة الأنفاق التي تحته والتي يحفرها اليهود. طبعا قصة الهيكل هذه قصة وهمية تماما، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث في سورة النسائي وأشرنا إليه سابقا قبل ذلك أن سليمان عليه السلام بنى لله مسجدا في بيت المقدس. كل ما فعله سليمان عليه السلام أنه أقام القواعد من جديد وجدد المسجد الأقصى الذي بين أيدينا الآن، وليس هناك وجود للهيكل. وعلى فكرة في توراة اليهود وفي كتب اليهود المختلفة الكثيرة اختلاف كبير جدا بين علماء اليهود على مكان هذا الهيكل المزعوم وعلى شكل هذا الهيكل، ومنهم من يقول أنه كان من الحجارة، وبعضهم يقول أنه كان من الذهب الخالص، وبعضهم يقول أنه كان من النحاس المكسي بالذهب، واختلافات كثيرة جدا بينهم. وقام العلماء اليهود وغيرهم بحفريات كثيرة ولم يظهر له أي أثر، ولكن هو الحقيقة من نسج خيالهم. وطبعا حائط المبكى الذي يصلي عنده اليهود دائما هو حائط البراق الذي ربط عنده صلى الله عليه وسلم البراق عند ذهابه في الإسراء والمعراج، وسنتعرض لها عند الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وطبعا في أوصاف كثيرة جدا ذكرت في حق سليمان عليه السلام، مع أنه من أعظم أنبياء بني إسرائيل ويفتخرون بفترة حكمه، فما بالكم بالأنبياء الآخرين الذين جاءوا في زمان ضعف بني إسرائيل. يا إخواني ويا أخواتي، أنا أكرر الكلمة التي ذكرتها في أوائل هذه الحلقات، نحن أحق بأنبيائهم منهم، نحن حقيقة أحق بأنبياء بني إسرائيل من بني إسرائيل، لأننا نقدر ونعظم ونبجل كل أنبياء الله عز وجل. في الحلقة القادمة بإذن الله سنرى ماذا حدث في أرض فلسطين بعد وفاة سليمان عليه السلام، وما الذي حدث لهذه المملكة الكبرى التي أسسها هو وأبوه. في هذه الحلقة نتعرف أيضا على واقع اليهود مع الإغريق ومع الرومان ومع الدول التي تتالت بعد ذلك على أرض فلسطين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.